بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا النهارده مع بعض نتعرف ازاي اعمل صفحه لانزيرت او هسميها انزيرت، اقدر من خلالها اخد البيانات اللي موجوده في صفحه الويب، تمام، ارميها داخل قاعده البيانات اللي انا عملتها بالمايسيكل، تمام. طبعا قبل ما اشتغل لازم اتاكد ان برنامج الاباتشي قدامي شغال والماي سيكول شغال، وده من اي برنامج بيوفر لي السيرفر زي الاكزامبل اللي احنا شغالين بيه، تمام. وافتح اكسبريشن ويب. طبعا احنا كنا صممنا الهيكل اللي عند الموقع قبل كده. افتح الاكسبريشن ويب، اجي على صفحه الانزيرت. انا كنت كتبت فيها، طبعا لو انا دخلت على الديزاين بتاعها مفيش فيها اي حاجه فاضيه، تمام، ما كنتش كتبنا فيها اي حاجه غير سطرين اتنين اللي هما بتوع تضمين صفحة الهيدر، تمام، وتضمين صفحة الكونكشن دوت بي اتش بي، تمام. هنيجي في جزء البادي ونبدأ نصمم المشروع. أنا عندي في جدول البيانات خمس حقول، قلت الأي دي والترم والترانس، تمام، والديفينيشن والبيكتشر، خلاص. فاتفقنا مع بعض ان حقل الاي دي ده حقل اوتو انكريمنت بيزيد قيمته تلقائيا، فده ملوش تدخل بالمستخدم، فده احنا مش هنحتاج نحط له بيانات. فانا محتاج اربع انبوت تكست، تمام، علشان ابدا ادخل فيهم بيانات. هبدا اخدهم، طبعا لازم احطهم كلهم جوه فورم زي ما اتفقنا على كده. بسحب الفورم، وزي ما اتفقنا ما احبش اكتب بايدي علشان الناس ما تغلطش والكلام ده، واجي في وسط الفورم هنا كده، خلاص انا حطيت الفورم اهو، تمام. ابدا اسحب اربعه انبوت تكست، زي ما احنا شايفين اسحب اهو، ادا انبوت تكست، وادا كمان واحد، تمام، وادا التالت، تمام، وادا الرابع. طبعا احنا الرابع ده المفروض يبقى انبوت فايل، بس احنا هنخليه تكست مؤقتا، تمام. طيب بعد كده محتاج زرار لما اضغط عليه، تمام، هيتم تنفيذ العمليه اللي هو هنسميه انبوت سبمت. طيب لو رحنا بصينا على التصميم هنلاقي كله على سطر واحد زي ما احنا شايفين. طب احنا عايزين كل واحد يبقى على سطر لوحده، نبدا نخش في الكود تاني ونسحب الكود اللي هو بتاع البريك، تمام، اللي هو البي ار، او نكتبه ممكن نسحبه افضل اهو، ادا واحد تاني، تمام، طبعا كل ده انا بعمله بايدي علشان ايه الدنيا تبقى تمام من غير اي مشاكل. نرجع للتصميم، اظن كده بقى الموضوع واضح، تمام، بقى كل التكست. طب انا عايز اكتب جنب كل واحد المصطلح اللي انا هدخله فيه او الكلمه اللي انا هكتبها، تمام. ممكن نيجي قبل الايه، قبل الانبوت الاولاني، ونكتب هنا تير مسافه نقطتين فوق بعض، تمام، اللي تحته نكتب ترانس ترانزليشن، اللي تحت نكتب ديفينيشن، اللي تحت نكتب بيكتشر او بيك اختصارا لحد كده، تمام، زي ما احنا شايفين. عايزين نكتب عنوان فوق، هنروح في جزء الهيد هنا، تمام، ونكتب عنوان رئيسي، نفتح تاج ونكتب اتش 1 ونقفل التاج، تمام، ونكتب هنا انزيرت داتا،
ونحفظ شغلنا ونتفرج على الشغل تاني. اظن كده الموضوع بقى بسيط خالص كده، قدرنا نصمم. طيب هنا بقى فكرة الانزيرت، ان انا عايز لما ادوس على زرار سبميت تمام يروح ياخد لي القيمة اللي هنا ويحطها في الحقل اللي اسمه تير تمام. ادوس مجرد ما ادوس برضو ياخد القيمة اللي في ترانس يحطها في الحقل اللي اسمه ترانس، ياخد القيمة اللي في الدي في يحطها في الدي في، ياخد القيمة اللي في البيكتشر يحطها في البيكتشر تمام. طيب احنا عايزين نغير كلمة سبميت لانزيرت داتا، ممكن نخش هنا هنيجي على الفاليو بتاعتها هنقول له ايه انزيرت داتا تمام. نروح نشوف ما فيش اي مشاكل. لا ممكن نيجي في الكود طبعا، هنا الانبوت كلهم اربعة تمام، نقدر نسميهم اتنين، ده تكست واحد، ده تكست تلاتة، ده تكست اتنين، ده تكست تلاتة، ده تكست اربعة. خلاص كده؟ ده فيها مشكلة؟ طيب هنا هنعمل ايه بقى؟ انا عندي الاول هنا الفورم لها ميثود وسيلة ولها اكشن تمام. الوسيلة لها حاجتين، لها بوست ولها جيت، بوست وجيت تمام. البوست دي وظيفتها ايه؟ البوست دي وظيفتها ان انا لما ادوس على زرار سبميت تروح تدور على الحاجات اللي جوه تمام، داخل جزء البادي اللي هو الجزء ده تمام، اللي هو مرسوم جوه جزء البادي تمام. طيب الجيت معناها روح هاتي لي متغيراتك وحالك ومحتالك كله من شريط العنوان. طيب الاكشن هو ايه تمام؟ الاكشن ده عبارة عن المكان اللي هتتنقل له تمام لما دوس زرار سبميت، واحنا مش عايزين نتنقل لحتة، احنا عايزين نرجع لنفس الصفحة. فهقول له هنا insert dot php. طيب علشان نعمل ده كله ننقله في جزء البادي اهو تمام، ونبدا نيجي هنا. انا عايز افتح كود البي اتش بي طبعا زي ما اتفقنا، التاج بتاع البي اتش بي علامه الاستفهام، لما بكتب بي اتش بي اكتب الاستراكشر كله كامل علشان ما نغلطش. بعد كده هقول لو المستخدم ضغط على زرار اللي اسمه سبميت واحد تمام، روح هات لي القيم اللي مخزنها في التكستات اللي فوق تسجلها لي جوه المتغيرات تمام. كلمة لو ضغط دي معناها اف، انا هسأل اهو اف، نفتح ونقفل تمام، وبعدين قوسين المجموعة بتاع الاف اهو تمام. اف هقول له اس ست، ونفتح قوسين واقول له دولار ساين اندرسكور تمام بوست. يعني لو ضغط على الزرار اللي اسمه سبميت واحد تمام، ايه اللي موجود جوه جزء البادي زي ما احنا شايفين كده، الجزء ده كله جوه الايه البادي. طيب انا عايز احط ده جوه البادي اعمل ايه؟ طبعا احسن مكتبه عشان ما يبقاش فيه حروف كابيتال وسمول تمام. هقول له كوبي وايه وبست، خلاص كده. طيب هنا لو ضغط جوه البادي اعمل ايه؟ خزن للمتغيرات او خزن للقيم اللي موجوده في التكستات جوه متغيرات، وبعدين ابقى اروح ضف. انا بس بقول طريقه بسيطه خالص وبعد كده نبدا نعدل زي ما احنا عايزين تمام. هقول له هنا انا هسمي المتغيرات دولار ساين اختصار ترم، هنقول تي مثلا بتساوي، دايما نخليين بالنا ان تعليق اعلان عن المتغيرات حساس لحرف الاحرف، يعني لو انا اعلنت عنه كابيتال ما اقدرش انده له سمول
تمام، واقول له هنا دولار ساين اندرسكور بوست لايه؟ للتكست واحد كوبي وبستي، ما قلت ما احبش اكتب بايدي تمام عشان الدنيا تبقى ماشيه مظبوط، وفي الاخر فصل هنقول تمام. وبعدين ترانس هنسميها اس دولار ساين اس بتساوي دولار ساين اندرسكور روح للجزء بتاع البادي وهات لي قيمه التكست 2 كوبي وده بيست برضه فصل منقوط، لازم كل سطر ينتهي بفصل منقوط تمام. الديفينيشن دولار ساين تمام دي بتساوي دولار ساين اندرسكور بوست تمام تكست، طبعا اللي انا عملته ده غلط علشان بغلطش اخده من هنا كوبي وبيست لان كنت كتبت حرف سول تمام. اخر حاجة البي اللي هي البيكتشر دولار ساين هناخدها دلوقتي على انها نص وبعد كده نبقى نعدلها صورة، بي بتساوي دولار ساين اندرسكور تمام بوست تمام تكست ايه 4 تمام كده فيها مشكلة؟ طيب اللي جاي بعد كده انا خلاص خدت القيم في المتغيرات، ابدأ اروح اتعامل مع قاعدة البيانات من خلال قيم من خلال قاعدة انزرت من خلال قاعدة ايه انزرت تمام. طيب اتعامل معها ازاي؟ ممكن اقول له دولار ساين كيو، طبعا هنا بقى خلاص انا كده خدت القيم اهي عندي تمام. هاجي هنا بعد اف هنا واقول له ايه دولار ساين كيو اللي هو الناتج الاستعلام بتساوي، انا عايز اقول له انزيرت انتو فدي جمله اس كيو ال، فبقول له هنا ماي سيكوال او جمله سيكوال، فبقول له ماي سيكوال اندرسكور كويري تمام ما بين قوسين وعلامه نكتب استراكشر زي ما اتفقنا فاصله منقوطه، وجوه هنا بقول له ايه علامتين تنصيص تمام، واقول له انزيرت انتو واسم الحقل اللي انا عايزه اهو انزيرت انتو اسم الحقل اللي انا هضيف فيه ترمز تمام انزيرت انتو ترمز عندي values القيم، طبعا في مسافة ما بين ترمز وفاليوز عشان بس ما تنساهاش تمام، وافتح قوسين وابدأ احط القيم بتاعتي هحطها بترتيب الجدول، فانا عندي اول حقل اسمه اي دي، فالاي دي ده انا مش هدخل فيه حاجة فهحط علامتين تنصيص منفردين بس مش هحط فيهم حاجة تمام. بعد كده كوبا تمام هقسمه واحد عشان ما اغلطش كده تلاتة أربعة كده خمسة تمام، وأبدأ آخد هنا دولار ساين تي، طبعا هسيب الأولاني اتفقنا علشان هو ده حقل الأي دي وده بيتحط تمام لوحده، وهنا دولار ساين اس وهنا دولار ساين دي تمام، وآخر حاجة هقول له دولار ساين بي كده الكلام فيه مشكلة تمام. نبدأ كده نجرب ونشوف الدنيا هتبقى ماشية ازاي لو احنا جينا هنا كده وعملنا، طبعا زي ما احنا شايفين كده لو حبينا نروح لصفحة الانزيرت اهي تمام نعمل لها ريفرش ونبدأ نكتب اي بيانات
ونعمل انزرت داتا، وبعدين لو رحنا للوكال هوست اللي هو قاعه البيانات بتاعنا ترمز، هنلاقي البيانات اللي بنكتبها موجوده. حتى انا عملت ريفرش ودخل بيانات فتره. تمام، نبدا نروح نضيف بيانات تانيه اهي. تمام، اقول له هنا ايه انزرت. لو انا رحت هنا وعملت له تحديث طافي البيانات. طيب هو دلوقتي بيضيف وما بيقوليش، بمعنى اصح انا عايز اقول له تمام، هو البيانات اللي ضافها دي البيانات اللي ضافها عندي تمام، لو ضافت في الجدول عندي في قاعة البيانات تمام، بيقول لي مثلا تم تسجيل البيانات بنجاح. طيب ما اتضافتش، يقول لي لم يتم تسجيل البيانات. طيب هنا اعملها ازاي؟ هبدا اجي هنا اهو تمام، واقول له ايه، واخد المتغير اللي انا مخزن فيه القيمه. طبعا بكتب الاستراكشر الاول، باجي هنا اقول له ايه دولار ساين كيو. لو المتغير اللي اسمه دولار ساين كيو ده تمام في بيانات تمام يعني مش فاضي، اعمل ايه ايكو ما بين علامتين تنصيص فاصله منقوطه، اكتب تم تسجيل البيانات بنجاح. طيب ما كانش، يبقى هنا نكتب إلس تمام، ونفتح قوس المجموعة ونقفل قوس المجموعة، ونكتب لو ما كانش فيه بيانات تمام إلس تمام، طبعا مش إلس بقى إيكو. وهنا علامتين تنصيص وفاصلة منقوطة تمام، ولم يتم تسجيل البيانات. نحفظ ونجرب انزرت تمام. طبعا تم تسجيل البيانات بنجاح. تمام، لو رحنا طبعا جوه قاعدة البيانات، انا كان عندي 3 سجلات، لو عملت ريفرش ليها من بقى 4. لحد كده جميل وزي الفل. طيب نجرب كده نكتب بيانات بالعربي، يعني مثلا طارق طه ابراهيم المسيري، وقلت له انسرت، قال لي تم تسجيل البيانات. نروح هنا تمام استعراض، اظن شايفين الشكل عامل ازاي، يعني هنا بمعنى اصح مش قابل اللغه العربيه تمام. يبقى هنا علشان اخليه يقبل اللغه العربيه تمام محتاج سطر، في الاول خالص هنا ممكن اجي اقول له ايه ماي سيكويل اندرسكور كويري وافتح قوسين والفاصله مقطوطه في الاخر، وخلي بالي هكتب سيت نيمز ما بين علامتين تنصيص، بس خلي بالي ان هما لازم يكونوا كابيتال. ست نيمز تمام، وبعد كده علامة تنصيص منفردة علامتين، واقول له هنا
اللي احنا اتفقنا عليه يو تي اف 8. نحفظ ونجرب الشغل. لو احنا جينا هنا في صفحة الانزيرت وعملنا تاني محمد بالعربي، محمود السيد علي، وقلت له انزيرت ورحت لقاعة البيانات عملت لها ريفريش، ظهر محمد محمود السيد علي. تمام. وطبعا بيكتب لي هنا في الجدول بتاعي تم تسجيل البيانات بنجاح. طيب لسه عندي مشكلة وهي الصورة. انا علشان ادخل هنا ما دخلش، مش انا بدخل بيان نصي، انا مش عايز كده، انا عايز اختار صورة ويخش لي جوه في الجدول مسار الصورة. طيب علشان ندخل صورة لازم نغير طمعية الزرار ده من بيكتشر لفايل. تمام. يبقى هروح هنا او من تكست الفايل، هروح هنا للتكست 4 هسميه فايل واحد. تمام. التايب هقول له هنا فايل واحفظ، ونروح نتفرج على الديزاين بقى input file. حلو. طيب علشان ادخل صورة محتاج، يعني لو انا عملت ريفرش كده انزلت هنا، تمام، ايه اللي حصل بقى هنا براوز، واقدر اعمل براوز على اي صورة واضيفها كده. بس لما اضيف هنا في الداتابيز طبعا مش هيبقى فيه مشكلة. ايه ده؟ تمام. ده مش قيمة هتتخزن. تمام. طيب يبقى هنا لازم نعالج المشكله دي. نروح للكود. بعد كده الدولار ساين بي مش هيروح يعمل بوست، تمام، للتكست 4. تمام. لا ده انا قبل ده خالص، ده كده انا هعلقه مؤقتا. تمام. وعايز اقول له لو ضغطت هنا في الاول، لو ضغطت على الزرار اللي اسمه سبميت روح اعمل ايه. تمام. الصوره انا عايز اعمل لها مجلد يلم كل الصور الخاصه بالموقع فيه، هنسميه بيك. تمام. فانا هقول له ايه؟ اف. تمام. ما بين قوسين زي ما احنا متفقين، ونفتح قوس المجموعه ونقفل. تمام. وهقول له هنا علامة تعجب، ودي معناها نوت، علامة تعجب ومعناها نوت، از اندرسكور داير. تمام. ما بين قوسين، وهنفهم يعني ايه الجملة دي دلوقتي. تمام. وعلامتين اقول له هنا بيك. ده معناها ايه؟ معناه لو رحت ما لقيتش مجلد اسمه بيك في المشروع بتاعي، تمام، او في الموقع بتاعي ما لقيتش مجلد اسمه بيك، تمام، انشئ المجلد ده. واضحه؟ فيها مشكله؟ يبقى انا هاجي هنا اقول له ايه؟ ميك داير، بيتكتب ام كي داير، تمام، ما بين قوسين واقول له هنا ايه؟ بك. ده معناه انا عايز اخد الصور اللي عندي، تمام، احطها فين؟ تمام، في مجلد اسمه بك. اي صورة اختارها ياخدها يرمي لي نسخة منها في مجلد اسمه بك. تمام. فهنا قلت له ايه؟ قلت له لو رحت في المجلد بتاع المشروع اللي انا شغال فيه، تمام، ما لقيتش فيه اللي هي not is dire، يعني انت ما لقيتش directory اسمه back، make directory، اعمل directory فهرس او مجلد وسميه ايه؟ back.
تمام كده؟ طيب خلاص، هو عمل المجلد اللي اسمه ايه؟ بي. هقول له دولار ساين ان، هعرف متغير اسمه ان عشان احط فيه اسم الايه؟ اسم الصوره، هيساوي تمام دولار ساين اندرسكور فايلز. تمام، هات لي الملف منين؟ تمام، من اللي هيتكتب قيمته في الفايل واحد اهو. الموضوع صعب. تمام، القيمه اللي المستخدم هيكتبها في الفايل واحد. تمام، طيب مع ايه؟ مع خاصيه النيم بتاعها. هنا اقول له نيم وفصل عقد. واضح؟ علشان اعرف اسم ملف الصوره، طب هروح للاختيار بتاع بتاع المستخدم، اشوف القيمه اللي كتبها ايه مع اسم الايه؟ الملف. طيب فاضل لي فولدر بتاع التمب اللي احنا بنخزن فيه الملفات مؤقتا، تمام، اللي هو هنسميه دولار ساين تمب تي ام بي، نسميه اي حاجه، او تمب نيم تي ام ان، مفيش مشكله. تمام، هنعمل ايه؟ هقول له برضو روح هات لي دولار ساين اندر سكور، معلش دولار ساين اندر سكور فايلز، هات لي الملفات منين؟ تمام، من الفايل واحد، ودايما باخده كوبي اهو علشان ما اغلطش. تمام، وايه كمان؟ والتمب نيم بتاعه، والتمب نيم بتاعه، ونطلع نحط الفاصله المربوطه. يبقى هنا التمب تي ام بي اندرسكور نيم. لحد كده الكلام واضح؟ طيب لحد دلوقتي هو جاب الصوره وعارف اسم الصوره وعارف كل حاجه. طب انا وعمل لي مجلد اسمه تمام داير. طيب انا عايزه ياخد نسخه من الصوره دي، تمام، يروح يرميها لي في المجلد داير، علشان مش كل مره اجي افتح الموقع يضطر يروح انا غيرت مسارها على كمبيوتر او بتاع او حد، او طبعا حط على سيرفر. تمام، مش كل مره يقعد يدور يروح يجيب الصوره او ما يجيبهاش. تمام، يبقى انا هقول له حته صغيره اللي هي ارفع لي الصوره في المجلد داير. تمام، يبقى موف اندرسكور ابلودد موف اندرسكور ابلودد تمام اندرسكور فايل. موف اندرسكور ابلودد اندرسكور فايل، وما بين يعني ارفع الملف اللي انت جبته ده فين؟ تمام، انت تروح تجيبه من التمب اللي احنا سميناه تمب نيم اهو دولار ساين تمب نيم. تمام، طب تحطه فين؟ كوما. تمام، وعلامتين تنصيص والفصلة المنقوطة في الآخر. روح حطهولي في المجلد اللي اسمه داير، أو المجلد اللي اسمه بيك، باك سلاش. تمام، وبره هنا أقول له إيه؟ دوت اللي هي علامة الكونكتينيت دولار ساين نيم، دولار ساين نيم اللي هو اسم الإيه؟ الملف. كده الكلام واضح؟ فيها مشكلة؟ هنيجي بقى هنا للدولار ساين بي. هنيجي للدولار ساين ايه؟ بي، اللي هو كان ملف الصوره. طبعا هنا مش هروح اجيبه بقى من ايه؟ من التكست 4، لان اصلا ما عادش عندي تكست 4. ده انا هقول له روح هاته منين؟ تمام؟ ده انا هقول له روح هاته من المجلد بيك، تمام؟ كونكوتينيت وادمج عليه اسم الملف. يبقى انا هنا هروح هنا اهو، تمام، هقول له دولار ساين نيم وبعدين سيمي كولون في الاخر، وهنا اقول له ايه؟
بيك يعني بمعنى اصح دولار ساين بكتشر بتساوي بيك المجلد اللي اسمه بيك تمام روح هاته من الاسم يعني روح للمجلد اللي اسمه بيك وشوف اسم الايه الصوره او اسم او اسم الاسم اللي اختاره المستخدم تمام كده في اي مشكله طيب نجرب بقى طبعا لما نروح نجرب كده ونعمل انزرت للداتا اهو محمد ونختار صوره ونقول انزرت تم ادخال البيانات بنجاح انزرت انزرت تمام لو رحنا لقاعة البيانات وعملنا استعراض هنلاقي البيانات وطبعا اسم الصورة بمسارها تمام كده في اي مشكلة والعربي مكتوب عربي والانجليزي مكتوب انجليزي والدنيا كلها ماشية تمام وبكده نكون انتهينا من حلقة الادراج تمام اللي هي صفحة الانزرت وإلى اللقاء في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.